أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، لرئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وهنأ جلالته خلال الاتصال بنجاح بطولة أقوى رجل خليجي التي أقيمت ضمن فعاليات أسبوع القوة 2022 تحت رعاية سموه في الفترة من 21 وحتى 26 من مارس الجاري تحت شعار خلك وحش في الساحة المحاذية لمجمع الأفنيوز البحرين، حيث تأتي هذه الفعالية ضمن مبادرات خالد بن حمد لدعم المجال الرياضي. وأكد جلالة الملك أن نجاح البطولة يضاف لسلسلة النجاحات التي شهدتها مملكة البحرين من خلال احتضانها للفعاليات والبطولات المختلفة، والتي ساهم في تعزيز موقعها كوجهة رئيسية لإقامة الأحداث الرياضية، مثمنا جلالته الجهود التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد من خلال المبادرات الفريدة والنوعية التي يطلقها، والتي تسهم في دعم سمعة ومكانة البحرين في الأوساط الرياضية القارية والدولية. مشيدا جلالته بالمستوى التنظيمي الرفيع الذي شهدته البطولة، والذي عكس الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة في الإعداد والتحضير لإخراج هذا الحدث في أبهى حلة، مهنئا جلالته الفائز بلقب البطولة البطل حسين علي جمعة. ومشيدا جلالته بالمستوى الذي قدمه صاحب المركز الثاني المتسابق سلمان سالم وصاحب المركز الثالث المتسابق يعقوب إبراهيم في هذا الملتقى الرياضي المميز.